اقدر اسمع لحاجة. انا حد شوية متفائل وشايف انه خلينا نقول المسألة ماشية ازاي. الاحتجاجات العمالية هي بطبيعة الحال لها اسبابها الموضوعية. لما الشعب المصري صار في 25 يناير ما كانش صيغ لانه في حد يعني صحي من النوم كده وقرر ان هو والله احنا نخرج نشيل الراجل ده عشان شكله وحش. لما كان في اسباب حقيقيه اعتقد ان في ارقام كبيره جدا بتشرح وتقدم لنا تفاصيل عن اسباب خروج الشعب المصري في 25 يناير، منها الكلام حوالين 40% تحت الفقر، ازمه البضاعه الحادة والمستمرة حتى هذه اللحظة، تراجع مستويات المعيشة، الحالة دي من حالات الاستبداد والتضييق على الحريات وهكذا. ولذلك حتى يمكن بداية الخروج كان حوالين حد أدنى من الأجور وإقالة وزير الداخلية، والمسألة أعتقد إنها على امتداد. أنا عايز أقول من ده إنه مفيش احتجاج بيجي لأنه الناس مزاجها إنها تحتاج، لكن طول الوقت الاحتجاجات بتبقى لها علاقة بالواقع، بمعطيات الواقع. وبالتالي اللي أنا محتاج أرصده واللي أنا محتاج برضه أتكلم عنه بشكل مهم أوي هي الفكرة اللي كان بيقولها صديقنا مصطفى بسيوني حوالين هو ليه حجم الحركة قوي جدا، لكنه رغم قوة حجم الحركة رغم يعني اتساع الحركة وامتدادها لكنه مفيش ثمار. انا تقديري انه الخطه العبقريه اللي كانت في 25 يناير كانت فكره التنظيم، وازاي خرج الشباب ومعاهم ناس يعني شويه بيتعاملوا مع التكنولوجيا، خرجوا من التنظيم على الارض الى التكنولوجيا الى التنظيم في السماء الافتراضي الى الشبكه العنكبوتيه الى الفيسبوك، وقدرنا وقدر ناس كثيره جدا انها تنتظم في الجروبات. واعتقد انه الجروب بتاع خالد سعيد اللي قبل الثوره بفتره بسيطه كان وصل تقريبا بنص مليون مشترك، واللي لعب دور بشكل او باخر هو عدد من الصفحات في حشد المصريين في الميادين وخروجهم الى ساحات الميادين وساحات الاحتجاج. القصه ببساطه اعتقد ان احنا لما نيجي نتكلم برضه على ازمه التنظيم فيما يتعلق بالعماليه نفس المشكله اللي موجوده في التنظيمات السياسيه، لانه الحق في التنظيم هو بالفعل الحلقه الاكثر يعني هي اشد احتياج الى فك هذه المعضله. ولذلك انا ما كانش غريب ابدا انه مبارك يبقى ضد الحق في التنظيم وضد يعني انه يبقى في المساحه دي من الحريه ومن الاحزاب بشكل من الناس تشكل احزابها وتشكل نقاباتها بعيدا عن استبداد الامن ولا بالتاكيد النقابات. الكارثه طول الوقت الاجهزه الامنيه على انها تبقى متسلطه على النقابات وعلى النقابات المهنيه والنقابات العماليه وعلى الاحزاب السياسيه. القصه طول الوقت في التنظيم، ولذلك المجلس الاعلى للقوات المسلحه كان ضد اقرار قانون الحريات النقابيه، ايضا كل الحكومات المتتاليه بما فيها الحكومات التي اشير اليها بشكل او باخر انها بتنتمي للثوره، الاخوان المسلمين رفضوا، الاحزاب السياسيه المشاركه في حكومات الدبلوم وكان فيها حد من الدستور وكان في ناس من التيارات السياسيه الاخرى ايضا لم تنجح ولم تسعى الى اقرار قانون الحريات النقابيه، حتى انه في الوقت اللي كان فيه الدكتور احمد حسن برع صاحب المشروع يعني الخبير الوطني اللي عمل المشروع لكن برضه ما صدرش هذا الخبر. القصه هنا قصه في التنظيم، لانه طول ما احنا في ازمه حقيقيه في تنظيم الناس، طول ما في مشكله في تنظيم الناس، فرص اننا نحاول التراكم اللي بيحصل ده ونعمل النقله النوعيه ده ونتنقل من مجرد ما جميع من العمال بنتحرك في اتجاه في لحظات محدده وبعد كده الامور تبتدي تتراجع يعني يحصل الجهاز ده ويبقى مجاد، لكنها ما بتعملش النقله النوعيه. انا اعتقد ان الوضع يعني سيبقى كما هو، لكن وده الاهم انا تقديري انه هناك جديد طرف. وخليني اقول لحضراتكم انه في مجموعه من المواقع الجيش تدخل فيها بشكل مباشر، السويس كنموذج واعتقد في نماذج اخرى في محافظات واحنا قبل نتكلم حوالين المؤسسه العسكريه انا دايما بميز بين امرين مهمين جدا. الجيش مؤسسه من مؤسسات الدوله المصريه اللي بنحرص طول الوقت على انها تقوم بدورها الاساسي
زيها زي الداخلية يكون موضوعها الأساس في حفظ الأمن وفي حماية الوطن. لكنه أي خروج يجب أن يواجه. وهي دي القصة. إنه بعد 11 فبراير حرص الجيش الثالث في السويس على إنه يوفر قاعات ويرعى مفاوضات بين العمال وبين أصحاب الأعمال في الجيش الثالث. وكانت ظاهرة غريبة، والأغرب إنها في بعض منها انتهى إلى نتائج إيجابية والعمال حققوا بعض المنازل. لكنه بدأ الجيش يخرج من سكناته وينتقل إلى مواقع العمال. في البداية وخلينا أقول لكم إنه تدخل مثلا في موالي دبي، وتدخل في سان جوبير، وتدخل في سيراميكا، وتدخل في مرة ثانية في موالي دبي بلاتينيوم، وتدخل في السوسو سوبر. لكنه أخطر التدخلات واللي بعضها طبعا يعني شبع عنف وسكن العضل للعمال وأكل العمال في سيراميكا على الإقالة وسوسو سوبر على الاستقالة، طبعا تسويات تمت بالضغط والإجراء، وسان جوبير تم فرض الاعتصام بالقوة، وبتروجيت في أحكام قضائية وصلت في أحكام قضائية صدرت ضد العمال وتم القبض عليهم. لكن هو الجديد ما حدث في موالي دبي بلاتينيوم. على وجه التحديد احنا شايفين شركة توريد عمالة بلاتينيوم اللي هي كان بيملكها أساسا أحد أقرباء أسامة الشهيد، هو صاحب العقد بتاع الـ OT بتاع مينا السخنه، اللي باع المينا ليه او اللي باع العقد لموالي دبي. لكن ظلت شركه بلاتينيوم وظل القريب هو اللي بيقدم عماله التوريد. وبعدين بعد فتره قررت موالي دبي انها تتخلص من المقاول، فحبت تجيب خمس شركات للتوريد عشان تفكك خمس مقاولين عشان تفكك الشركه بتاعت بلاتينيوم. فالعمال يرفضوا ويتمسكوا ويقودوا معركه وتنتهي المعركه بانه يتعمل عقد مفاوضه جماعيه، عقد عمل جماعي مع هيئه موارد البحر الاحمر ومع موارد دبي ومع الحكومه المصريه كان ساعتها الدكتور مرسي، ويتم اتفاق لانه خلاص بشكل مؤقت تتولى هيئه موارد البحر الاحمر تشغيل هؤلاء العمال والتعامل كمقاول، ويبقى خلال 6 اشهر تتشكل يتم تاسيس الشركه جزء من راس مالها الرئيسي فوق 51% مكون حكومي، والباقي ممكن يبقى قطاع خاص. لكن في كل الاحوال العمال متمسكين بانهم يشتغلوا هذا شركه واحده مش مجموعه شركات واحده. لذلك كان غريب انه يحل ان ينقى كوين سيرفيس، دي شركه بتنتمي لجهاز مشروعات القوات المسلحه جايه، والضغط كله بيتم لحساب هذه الشركه، والضرب والتضييق والتعذيب والحرمان وكل ده تم لحساب هذه الشركه. وكانت مساله غريبه جدا انه العمال مع كل حدث يتم الضغط عليهم الذهاب للجيش الثالث عشان يتم التفاوض هناك. الجيش الثالث في وسط سكنه، فالامن يبقى في سيراميكا، فالعمال يرفضوا ان هم يتنازلوا، فيتم اكراههم واجبارهم، فيخرج 29 عامل باستقالات في وقت واحد. ومساله سخيفه جدا، انا ما اعرفش ايه الفكره العبقريه في 29 واحد يقرروا في لحظه واحده ان هم يقدموا استقالات. طب واستقالات ليه؟ طب وياخدوا ليه مبالغ تعويضيه؟ طب وليه يرعى ده الجيش؟ مساله كنت اعتقد انه محاوله تصوير ما يحدث في السويس وفي غيرها على ان اصل العمال عايزين كده، اصل ده صار حاجه كده. لا، المساله اعتقد انها مختلفه تماما، وانا تقديري انه في مشاكل، مشاكل حقيقيه مش بس على مستوى الصراع بين العمال واصحاب الاعمال، لكنه دخول المؤسسه العسكريه باعتبار انها صاحب عمل. ده بشكل او باخر هيخلق حاله من حالات اشتباك مع قطاعات اخرى في الدوله المصريه، قطاعات اخرى شرائح اجتماعيه اخرى، والمساله مش بالبساطه اللي اي حد متخيل. انا شاغلني قوي انه وانت جاي بتتكلم حوالين ان انت بتقود او بتتراس الدوله المصريه بتدعي انه حمايه للانتاج و هتمنع المظاهرات وهتمنع الاحتجاجات وهتمنع الاضرابات. انت صاحب عمل، انت صاحب عمل، ومش من حقك ان انت تفرض على العمال شكل العراق. انت صاحب عمل، والمفروض ان في اتفاقيات ومعاهدات دوليه بتحدد شكل العلاقه. انا عايز اقول لحضراتكم الكلام ده اللي قلته في الجيش الثالث في 14 في 16 2011
لانه برضه الفكره اللي كانوا بينطلقوا منها وقتها انه لازم تقف الانضباط، لازم تقف الاحتجاجات، لانه الدوله المصريه هي الدوله المصريه مش هتقع غير لما العمال يتفرقوا. لكن لما رجال الاعمال يسرقوا الدوله المصريه مش هتقع. لكن لما يبقى في فساد حكومي للركب وللاعناق الدوله المصريه مش هتقع. لكن لما يبقى في تفريط في الامن القومي للدوله المصريه الدوله المصريه مش هتقع. انما بس لما العامل يحتاج عشان ياخد رغيف العيش الدوله المصريه تقع. لما العامل يحتاج عشان يجيب قميص لابنه او بلوزه لبنته الدوله المصريه تقع. طبعا هم عندهم احلام انه يكمل افواه العمال. ودي مساله مش بتاعتنا. بمعنى انه ما فيش قائد عمالي بيقف ويقول يا عمال اتحركوا فلا بتتحرك. لا، العمال بيتحركوا ذاتيا وفي كل المواقف وبدون على فكره اعداد مسبق في اوقات كثيره. لانه بطبيعه الحال حاله التراخي موجوده. وفكره النقابات ده البديل السلمي، ده دي الاداره السلميه للصراع، انه يبقى في تنظيمات نقابيه والتنظيمات النقابيه تتولى اداره الصراع ووصولا الى يعني عبر التفاوض وصولا الى نتائج محدده تنتهي الى صياغات واتفاقات، وبالتالي بنخرج من الحاله الصراعيه دي الى اتفاق يستمر 3 سنين حسب الاحوال. لكن في الاخر عندنا مواثيق وعندنا معاهدات، ومصر مش خارج المجتمع الدولي، ومصر مش بره العالم، ومفيش حد يعني انا ما اعتقدش انه يعني النماذج بتاعت امريكا اللاتينيه قابله للاعاده، ولا النموذج الكوري الشمالي قابل ل انه يتم محاكاته في مصر. مصر بطبيعتها بالتعدديه اللي فيها، بالحاله دي من حالات الاتصال بالعالم الخارجي، بالحاله دي من حالات الصراع المجتمع، صعب جدا انه تكمل. ربما يكون هناك سبب، دي مساله معروفه لكنه ومقبوله كمان، لكنه فكره تكميم الافواه دي فكره مستحيله. انا عايز اقول لحضراتكم انه تقريبا من 2006 وقبل 2006 بدايه الحرب الاهليه لا زالت هذه المطالب قائمه. وعايز اقول لحضراتكم وده كان بالصدفه برنامج تلفزيوني كان بيتكلموا حوالين السويس والمركز الخامس في الاحتجاجات في 2012. السويس كانت في 2007 في المركز الخامس. وهي القصه هنا لان المعضلات الاساسيه في العلاقه في علاقات العمل ما زالت قائمه. يعني انحصار ما يشار اليه باعتبار انه انحصار شروط العمل البائع في الاجل و كل ده قائم، بالاضافه الى الازمات متكرره بسبب الحاله دي من حالات يعني ارتفاع المطار. انا بعتذر، انا واضح ان انا طولت سيبي الباقي.